الناس اختاروا بالمشهد اختاروا رئيس كبير ورئيس فارق كبير فارق الوداد الغيدي الفاسي هو الوداد الغيدي البيضاوي وكان كل شخصية بالاحترام لا سنان ولا كان مثل الفارق غير هو زعما كنت صراحة هذا الموضوع على حلت فيه السباحة بزاف وألمني ألمني بزاف بحيث ما كنتش منتظر باش يوقع الخلاصة سهلة فاتصل بيا الأخ العزيز اللي دعاني لحفل عشاء في المنزل ديالو على شرف بوحده وكنت سولتو واش فيه اوردر دو جور ولا لا لان لو كنا غنهضرو على الضريبة مرة أخرى سي با لا بين باش نمشي أنا لأن الموقف ديالي أنا واضح وعبرت عليه أنا تنقول بأن الضريبة واجب وطني عنوان المواطنة ما خصنيش نتناقش فيها كاع موضوع ما لا نتناقش شي حوايج اخرين نتناقش في المسائل اللي هي تتهم الكرة ديالنا الفرق ديالنا احتلال سيتي الجامعة ديالنا هذه اما فاش تناقش مع الضريبة فتنجو بان من العيب بان نتناقش على الضريبة لان الضريبة بالنسبة لي انا عنوان للمواطنة الضريبة واجب وطني ما تهضروش فهو صرح لي قال لي لا ما هو الا حل حاجه باش التعرف من الرؤساء قلت له هذه بادية طيبة وجبت لك داك الشيء اللي كان نحضر انا جاي لحفل العشاء ما فيه حتى شي برنامج حتى شي اوردي جو لان كنت فكر في الموضوع غادي يجي بوجه راسي الموضوع فالوصول ديالي بقيت نسلم على الاخوان الرؤساء او بعض المندوب اللي جاتني بعض الرؤساء ملي وصلت لعند الاستاذ عبد الله الكرم فتفاجات بانه تيقول لي خارج لينا في الراديوات خارج لينا في المنابر الاعلاميه فيما درنا نلقاوك خدامين الضريبه الضريبه بغيت تخلص الضريبه بغيت تخلص الضريبه واش بوحدك اللي بغيت تخلص الضريبه انت تتبيع الشراب انت تتبيع الخمور انت ما تنحاول تنردو تنقول لك سي عبد الاله انا راه ما تنبيعش الخمر انا راه تنبيع الزرع الحبوب وتنبيع الاعلاف وهادشي هذه حرفتي والمغرب كله تيعرف هذه حرفتي يعني سي صعب يدخل الكومبا سي يشوف الشركه ما نقولش الاشهار سي نورمال قسم يدي كاينه في الكومبا سي بقى في الممشى بقى هو حفل سي عبد الرزاق سي معروفه تيبيع الزرع والاعلاف ماشي الخمر ماشي تسرب انا ما تنعيش غير بيع الخمر كل واحد وحفته ولكن ماشي حفتي هذيك كل واحد وحفته انا ماشي حفتي هذيك فحرت من الدو داري زعما الله باش تلا كان عنده خلق في المفهوم يصلحوا قال لي عليك قلت له ربما خلطتي ما بين نواف وانا الوف هذاك راه جمعيه رياضيه عندها واحد الرخصه ديال بيع الخمور وهذاك شغلها بوحدو انا راه غادي تنبيع الاعلاف والزرع تيقول لي لا انت بيع الخمر فاشت الامر شويه ديال الزير كملت السلام ديال هاد الرؤساء اللي مساحت جاوت معي بعض الاخوان الرؤساء اللي تيعتذروا بلي بعليه وكذا وحاولوا يردوا لي فربي تنشكرو وتنحمدو لانه عطاني واحد الشويه ديال الغزالة ما نفعتش ما خدت ما خدت حتى شي كلمه ماشي بلاصتها وفي نفس الوقت جلست مع الاخوان اللي شفتهم بداو يهضروا على الضريبه فقلت هذا ماشي الموضوع ديالي انا لانني رايي قلت بصراحه في جميع المرابط الاعلاميه وتنعاود نقول اليوم عاوتاني عيب بان تهضروا في الضريبه عيب لان الضريبه واجب وطني الضريبه الا ما هضرت الا هضرت على الضريبه ولا كيفاش ندير ليها ولا ما ندير ليها هذا داك الشيء اللي وقع لي البارح انا مع السي اكرم باش تقول لي في هذا الشيء انا حتى واحد ما فهمني هذه وجهه النظر ديالي ولكن باش تفهمني انايا بانني تنبيع الخمور وباني بانني انا تنعاود نقول بان السي اكرم هو اكبر من هذاك الشيء اللي قال لي انسان كبير شخصيه كبيره ومرموقه اجتماعيا ولا في الساحه الوطنيه ولا كرجل اعمال ولا كرئيس ناجح ورئيس فريق كبير فتنقول بان ربما تكون سحبته صيف بالنسبه لي واما شي غلط مفهوم واما ولكن بكل صراحه داك الشيء اثر فيا بزاف واثر فيا لدرجه بانني تعذبت بزاف البارح نفسيا لان حنا مع اجتماع الرؤساء باش غادي نتعرف وصدق واحد تيلعتك بصفات ماشي ديالي تقول لها خايبه لا زوينه ماشي ديالي وحنا في مجتمع مسلم وحافظ بزاف الحوايج ف بكل صراحه تفاجات من الاتفاق